السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمدينة الإسكندرية. شقة مميزة للبيع بسيدي بشر إبلي، تقاطع شارع القاهرة مع شارع 30. شقة روعة لا تحتاج أي مصاريف وبسعر لقطة. بس قبل ما نتكلم على التفاصيل بشكل كامل، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل ليكم كل الشقق الجديدة والحصرية. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية بالدور الرابع، مساحة الشقة 125 متر. الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام. سيدي بشر إبلي، تقاطع شارع القاهرة مع شارع 30، شارع جانبي بس واسع. في ظهرك شارع 24 ومدينة الفضالي، وقريب من شارع القاهرة ومصطفى كامل. اسم الشارع مسجد قطب. مساحة الشقة صافي 125 متر. العمارة التسعينات، مش قديمة ومفيهاش أي مشاكل الحمد لله. بالدور الرابع سلم، والسلم رخام والدخلة متشطبة سيراميك ورخام. 4 غرف منهم غرفتين مفتوحين على بعض، وصالة ومطبخ وحمام فيها جميع الخدمات الأساسية، وعداد كهرباء وعداد مياه وعداد غاز طبيعي. الشقة تشطيب ممتاز، مصروف عليها صرف صحي ومياه وكل حاجة جديدة. يوجد ورق حائط في الصالة، نوع نظيف، وشقة مش محتاجة أي مصاريف. برجاء الاتصال للجدين فقط للمعاينة على الطبيعة. سعر الشقة للجدين فقط، والسعر 570,000 جنيه. للتواصل مع المالك والشراء والمعاينة من خلال الرابط هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولو عايزين أي شقة في الإسكندرية في أي مكان، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنحاول نوفرها ليكم في أقرب وقت ممكن. بننزل عروض مختلفة من كافة الأماكن بمدينة الإسكندرية، ويرجى الاتصال الجادين فقط لعدم إضاعة الوقت. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة بمدينة الإسكندرية. شقة مميزة للبيع بسيدي بشر إبلي، تقاطع شارع القاهرة مع شارع 30. شقة روعة لا تحتاج أي مصاريف وبسعر لقطة. بس قبل ما نتكلم على التفاصيل بشكل كامل، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الشقق الجديدة والحصرية. شقة تمليك للبيع في الإسكندرية بالدور الرابع. مساحة الشقة 125 متر. الشقة عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام. سيدي بشر إبلي، تقاطع شارع القاهرة مع شارع 30، شارع جانبي بس واسع. في ظهرك شارع 24 ومدينة الفضالي، وقريب من شارع القاهرة ومصطفى كامل. اسم الشارع مسجد قطب. مساحة الشقة صافي 125 متر. العمارة التسعينات، مش قديمة ومفيهاش أي مشاكل الحمد لله. بالدور الرابع سلم، والسلم رخام والدخلة متشطبة سيراميك ورخام. 4 غرف منهم غرفتين مفتوحين على بعض، وصالة ومطبخ وحمام فيها جميع الخدمات الأساسية، وعداد كهرباء وعداد مياه وعداد غاز طبيعي. الشقة تشطيب ممتاز، مصروف عليها صرف صحي ومياه وكل حاجة جديدة. يوجد ورق حائط في الصالة، نوع نظيف، وشقة مش محتاجة أي مصاريف. برجاء الاتصال للجدين فقط للمعاينة على الطبيعة. سعر الشقة للجدين فقط، والسعر 570,000 جنيه. للتواصل مع المالك والشراء والمعاينة من خلال الرابط هتلاقوه في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولو عايزين أي شقة في الإسكندرية في أي مكان، اكتبوا لنا تحت في التعليقات وهنحاول نوفرها ليكم في أقرب وقت ممكن. بننزل عروض مختلفة من كافة الأماكن بمدينة الإسكندرية، ويرجى الاتصال للجدين فقط لعدم إضاعة الوقت.